على اي حال موسم الصيف خلاص قرب، واحنا بالنسبه لنا الصيف يعني اسكندريه. اسكندريه في الصيف بتكون كامله العدد، وكتير مننا بيحب يستمتع بالاجازه، اجازه المصيف في اسكندريه. عشان كده تم الاستعداد من بدري والتجهيز لاستقبال الزائرين في اجازه الصيف يا شاذلي. بكل تاكيد، ومن ضمن التجهيزات كمان اللي تمت في اسكندريه هي نظافه الشواطئ، تنفيذ ضوابط صارمه لمنظومه الانقاذ والاسعافات على الشواطئ، خاصه انه كمان السنه دي تم اعاده افتتاح شاطئ النخيل بعد غلقه لمده 3 سنوات. مع بداية موسم صيف جديد، استعدت عروس البحر الأبيض المتوسط لاستقبال المصيفين والزوار الذين يتوافدون على الإسكندرية طوال أيام الصيف من خلال العديد من التجهيزات التي نفذتها على شواطئها، مع عودة شواطئ سياحية للخدمة والاهتمام بالشواطئ العامة ونظافتها، فضلاً عن التأكيد على منظومة الإنقاذ بجميع الشواطئ وخاصة شاطئ النخيل الذي تم إعادة افتتاحه بعد إغلاق دام 3 سنوات وكان محل جدل في الأعوام الماضية. محافظة الإسكندرية أعلنت بشكل رسمي عودة فتح شاطئ النخيل الذي يعد أكبر شواطئ المحافظة، وتصل مساحته لكيلومترين، مع تنفيذ ضوابط صارمة لمنظومة الإنقاذ والإسعافات على الشاطئ، حيث يتم تركيب كاميرات لمراقبة الشاطئ وتحديد المناطق الآمنة للسياحة وأبراج المراقبة، مع تواجد 30 منقذاً معتمداً على الشاطئ، فضلاً عن تجهيز وحدات إسعاف، وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ للحفاظ على سلامة المواطنين وتجنب تعرض أي مواطن للغرق. وبجانب منظومة الإنقاذ التي تتم على الشواطئ وتأتي في المقام الأول للحفاظ على سلامة المواطنين، هناك العديد من الضوابط التي تعمل على راحة المواطن، حيث يتم تنظيم حملات دورية على الشواطئ لرصد أي شكاوى وحلها على الفور، وأكدت المحافظة على التعامل بحسم مع أي مخالفة على الشواطئ، وأن جميع أسعار الشواطئ معلنة لكي لا يدفع المواطن أي شيء يزيد عن تذكرة الدخول. معنا على التليفون كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، نتعرف منه على كافه التفاصيل والاستعدادات الخاصه بتامين المصيفين على الشواطئ. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. في البدايه يا فندم، عايزين نعرف ابرز الاستعدادات والتجهيزات اللي بتتم وعلى شواطئ اسكندريه طبعا لمنع حالات الغرق. والله حضرتك يعني مصر جديدة، وطبعا فخامة الرئيس بينادي بأهم حاجة صحة وحياة المواطن، وهو ده اللي طبعا بدعوة كريمة من سيادة المحافظ محمد الشريف، سيادة اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية، ان بإعادة فتح شاطئ النخيل، او زي ما بيقولوا عليه، انا للاسف يعني اسمه شاطئ الموت، ما هو شاطئ الموت الحاجه، ان شاء الله يبقى شاطئ الحياه كله. تم طبعا عرض عده اجتماعات، وطبعا بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف في اسكندريه، وحطينا خطه عمل ان احنا نقدر نامن المصطفين ومرتدي الشاطئ ان هم ييجوا يقضوا يوم جميل سعيد ويخرجوا مبسوطين. يمكن الشاطئ حضرتك هو يمكن طوله 2 كيلو تقريبا، في عده حواجز امواج، حوالي 7 حواجز امواج، هم دول يمكن بيسببوا ارق شويه، ما هماش بعيد عن شط الرمله انما قريبين. حطينا نقط مراقبه، منقذين على اعلى مستوى، وزودنا عدد المنقذين بابراج بادوات انقاذ حديثه زي الدول العالم المتقدمه في الانقاذ. يمكن عندنا النهارده ريسك تيوب، عندنا الجيت سكي، حاجه مهمه جدا. الزمنا المستثمر او المؤجر الشاطئ ان هو يوفر ادوات الامن والامان والمنقذين، وطبعا في نقاط اسعاف، وان شاء الله باذن الله مع بعض تدريب زياده للمنقذين والمشرفين باذن الله هيعدي الموسم بامان وكله هيبقى سعيد ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب لو حضرتك تقول لنا كمان يعني قائمه المحظورات على مرتدي شاطئ الشواطئ عامه في اسكندريه. بص حضرتك، يمكن هي بدراسه كده حالات الغرق اللي حصلت الاعوام الماضيه، وممكن اقول في معظم شواطئ مصر ان الناس ما بتلتزمش بمواعيد النزول البحر. النهارده انا بتكلم من الشروق لغايه الغروب، طبعا مع الرغم انها مده كبيره انما جميع الشواطئ ملتزمه بهذا التوقيت، انما بعض الناس بتنزل حضرتك الساعه 2 الفجر و3 الفجر و4 الفجر، ويمكن اكبر حادثه شهيره اللي هي توفى فيها اكثر من 11 من اسره واحده في شاطئ النخيل، كانوا نزلوا الساعه 4:30 الفجر. طبعا الموضوع ما هوش، وكان الشاطئ مغلق وقتها عشان الكورونا. فالموضوع لو بشويه وعي لمرتدي الشواطئ ان شاء الله الامور هتعدي على خير.
ايضا الالتزام بتعليمات حراس الشواطئ او المنقذين او اللايف جارد الموجودين على الشاطئ، التزام بتعليماتهم في منطقه محدده للسباحه، مش هيبقى الاثنين كيلو كلهم انا اقدر انزل في اي حته. ايوه فندم. طب معلش خليني اقف مع حضرتك عند نقطه لو سمحت، يعني حضرتك بتتحدث عن انه ميعاد مواعيد فتح الشاطئ من الشروق حتى الغروب، بعد الغروب ما بيبقاش في حد موجود عشان لو حد فكر انه ينزل يمنعه؟ بص حضرتك، هو طبعا الموضوع في شاطئ النخيل بالذات له وضع خاص، لا هيبقى فيه موجود افراد امن مدربين ان هم يحاولوا ان هم يوعوا الموجودين مرتدي الشاطئ. الناس بتفضل قاعده حضرتك من بعد المغرب لغايه الثاني يوم الفجر موجودين على البحر بيستمتعوا. احنا يمكن احنا شعب بيحب الرفاهيه شويه، انما طبعا اهلا وسهلا، اقعدوا على الرمله واقعدوا على البلاج واستمتعوا بوقتكم، بس مع عدم نزول البحر لان طبعا في خطوره، ما فيش لايف جارد، ما فيش رؤيه ليليه، الكلام ده بيطبق في جميع دول العالم. وزي ما انا قلت لحضرتك، شوية وعي وتكثيف الإجراءات الأمن والأمان والسلامة لمرتدي الشاطئ، أعتقد وبعض لوحات إرشادية تم وضعها على الشاطئ، إن شاء الله بطمنك بإذن الله إن شاطئ النخيل هيبقى من شاطئ الموت لشاطئ السعادة لكل الشعب المصري. تمام. طيب حضرتك قلت إن هيكون في أمن موجود على الشط، عيننا لايف جارد، عيننا منقذين، عيننا كمان، أو حضرتك قلت إن هيكون في جيت سكي، يعني في تفاصيل تانية، يعني في حاجات تم إضافتها إلى هذا الشاطئ، هل ده يعني إنه التذاكر الدخول هتكون بنفس سعرها، ولا بما إننا أضفنا خدمات جديدة فممكن تغلى؟ مشدد إن عدم وضع أعباء على المرتدي الشاطئ. حضرتك الشاطئ، بقول لحضرتك شاطئ كبير جدا 2 كيلو، ويمكن في رحلات اليوم الواحد في اعداد كبيره جدا بتخش، مع عدم المساس باي زياده اسعار، ودي كانت تعليمات معالي المحافظ اللي هو محمد الشريف. عايز اقول لحضرتك، حضرتك نورت على حته كويسه جدا للشاطئ النهارده، الجيت سكي مهم جدا في عمليه الانقاذ لان بيقدر يوصل لاي حاله غرق في سرعه كويسه جدا، خاصه لو كان موجود على الجيت سكي شخص ايضا مدرب على انقاذ الغريق ورفعه على جيت سكي والوصول به للبر عمل الاسعافات الاوليه لو كان لا قدر الله في اي حاله غرق او في شرب ميه او ما الى ذلك. طب اخيرا يا فندم وسريعا جدا، في حاله خارق اي من المصطفين لقائمه المحظورات اللي بتكون موضوعه على الشاطئ، هيتم التعامل معاه ازاي؟ والله حضرتك من ضمن الطلبات ايضا ان في موجوده شرطه انقاذ نهري او مسطحات مائيه موجوده على الشط، واعتقد احنا عندنا اجراءات امنيه بتطبق، هيتم طبعا اتخاذ الاجراءات القانونيه قبل الشخص دوت، هيتم يعني منع دخوله من الشط. القصص اللي هي القانونيه انا مش متدخل فيها. لا، الهدف في الاول وفي الاخر يا كابتن فعلا هو سلامه الناس، وعشان كده احنا حاطين كل هذه القيود عشان سلامه الناس مش اكتر. شكرا جزيلا كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ.